الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا حاول استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة. القوات العراقية تزحف نحو قلب المدينة القديمة في الموصل، وأخبار الآن ترصد حجم الدمار الذي خلفه داعش، ومخاوف من تفاقم وباء الكوليرا في اليمن وسط مطالب دولية لمواجهتها. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. أحبط الأمن السعودي عملا إرهابيا وشيكا كان يهدد أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين في ليلة 29 من شهر رمضان. المجموعة الإرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة والآخران في مكة المكرمة، حيث جرى هناك تبادل لإطلاق النار انتهى بتفجير انتحاري لنفسه، ما أسفر عن قتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله. وانتهت العملية الأمنية وفق المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالقبض على 5 من أفراد الخلية بينهم امرأة. أذى وأدانت دول عربية ومؤسسات دينية وغيرها جريمة استهداف الحرم المكي الشريف، فقد أدانت دولة الإمارات العربية محاولة استهداف الحرم المكي، وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي تضامن دولة الإمارات التام ووقوفها الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية. من جانبها دانت مملكة البحرين بأشد العبارات وأقصاها المخطط الإرهابي الآثم الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الدنيء يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. وقد أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمخطط الإرهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف، فيما دانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ما سمته المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي. كما أكدت الحكومة الأردنية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها الإرهاب، مثمنة جهودها في التصدي للإرهابيين، فيما استنكرت رابطة العالم الإسلامي المحاولة الإجرامية لاستهداف المسجد الحرام. في الشأن العراقي، تقدمت القوات الأمنية العراقية في شارعين يتلاقيان في قلب المدينة القديمة في الموصل، وقالت إنها تهدف إلى فتح ممرات للمدنيين للفرار من آخر موطئ قدم لتنظيم داعش في المدينة. وأظهرت خريطة نشرها المكتب الإعلامي للقوات العراقية أفرادا من جهاز مكافحة الإرهاب وهم يتقدمون في شارع الفاروق من الشمال إلى الجنوب وفي شارع نينوى من الشرق إلى الغرب. هذا وتحاصر القوات العراقية 3 من كبار قادة داعش يتحصنون بأسر من أهالي مدينة الموصل القديمة والمناطق المحيطة داخل المستشفى الجمهوري في حي الشفاء وبحماية عدد من مقاتلي التنظيم. وذكرت مصادر عسكرية لأخبار الآن أن هؤلاء القادة 3 لم يتمكنوا من الانتقال مع القادة الآخرين إلى الأزقة الضيقة في الموصل القديمة. مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل. هذا مبنى المستشفى الجمهوري ضمن المجمع الطبي في حي الشفاء شمالية شرقية الموصل القديمة، حيث ما زال مقاتلو داعش يتحصنون داخله بعد أن حاصرته قوات الرد السريع العراقية إثر إنجازها تحرير الحي بالكامل. حسب المعلومات الاستخبارية أنه أكو مسؤولين كبار للتنظيم بهاي المنطقة، فالعدو جاي قاتل قتال شرس من مكان إلى مكان، من غرفة إلى غرفة، من طابق إلى طابق بهاي البنايات العالية البنايات الضخمة، ولكن إن شاء الله قواتنا قادرة على دحر العدو. قبل قليل أيضا هو كان يستخدم كل ملجأ مال العمارة ب5 إلى 6 عجلات مفخخة، أيضا بانتحاريين. المعلومات الحصرية التي حصلنا عليها حول هذا المبنى واستماتة تحصن مقاتلي داعش داخله هو لوجود بعض قادة التنظيم المهمين في محاولة منهم للإفلات من الحصار الذي أطبقته عليهم القوات العراقية. مثل ما تلاحظون العدو يستغل هذه المناطق العالية لأغراض القنص والمباغتة، وحاليا مثل تسمعون الأصوات المشاغلة مستمرة من قبل قناصين فرقة الرد السريع وقناصين اللواء الأول،
وما تفصلنا سوى أمتار بسيطة بعد ما وصلنا إلى منطقة الشط. تشوفون تلاحظون نهر دجلة خلفنا، وهذا هو المستشفى بن سينا إذا تلاحظونه. وحاليا احنا مطوقين المستشفى 360 درجة. هذا المبنى يعد الأعلى في الساحل الأيمن للموصل، وهو الوحيد الذي أصبح مقاتلو داعش يتحصنون فيه، إضافة إلى الموصل القديمة. إذ تشير بعض المعلومات من الأهالي أن مسلحي داعش اقتادوا عددا من العوائل إلى داخل المبنى قبل وصول القوات الأمنية العراقية. حاليا هذا المكان اللي احنا اللي ماخذين مقابل المستشفى بالضبط اسناد للقطعات، لأن القطعات عندك علمت مباشرة بالتقدم بدون توقف، مباشرين بالتقدم باتجاه المستشفى. وما ضل شيء إن شاء الله راح ناخذ المستشفى ونزف البشرة للشعب العراقي. معلومات أخرى عن هذا المبنى تفيد بأن مقاتلي داعش كانوا يستخدمونه سجنا في القسم السفلي منه، إضافة إلى الأدوار العليا للمستشفى، وهذا ما جعل القوات الأمنية العراقية تتعامل بحذر خلال عملية تحرير المبنى تجنبا لوقوع خسائر بشرية من العوائل المحاصرة والسجناء داخله. إلى ذلك، أظهرت لقطات حصرية في الموصل القديمة حجم الدمار الذي طال حي الفاروق الواقع ضمن هذه المدينة عقب المواجهات التي وقعت بين قوات مكافحة الإرهاب ومسلحي داعش خلال تقدم القوات الأمنية العراقية نحو جامع النور الكبير والمنارة الحدباء التي فجرها أفراد التنظيم. ووفق مصادر عسكرية عراقية، فإن داعش تعمد تفخيخ المنازل وشوارع الأزقة الضيقة في حي الفاروق ضمن الموصل القديمة، الأمر الذي تسبب بدمار هائل أظهرته المشاهد التي وثقتها أخبار الآن في هذه المنطقة، حيث كان مقاتلو التنظيم يتحصنون فيها قبل هروبهم إلى عمق المدينة. من جانبه، أكد قائد العمليات الثنائية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اللواء الركن معن السعدي لأخبار الآن أن تفجير داعش الإرهابي لجامع النور الكبير لن يؤثر على معنويات شعب الموصل الذي سيعيد عماره مجددا، مضيفا أن القوات العراقية ستحرر هذا المكان في الساعات القليلة المقبلة وستواصل تقدمها وترفع العلم العراقي سواء كان جامع النور قائما أو بقي حطاما. بما يخص تفجير جامع النور ومنارة الحدباء، هل تعتقد أنه شكل معركة القادمة راح يتغير من وراء هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا لن يتغير، ومعنوياتنا عالية، وسنقاتل بنفس الإقدام ونفس الشجاعة وبنفس المهنية والحرفية اللي قاتلنا بها، ولم يؤثر على قطاعاتنا، وأنا متأكد أيضا ما راح يؤثر على معنويات الشعب المصلي، لأنه من بنى منارة الحدباء وبنى جامع النوري اللي موجودين قادرين على إعادة بنائه وتأهيله وإعادته إن شاء الله أفضل ما كان. ما قام بعناصر داعش هو عمل جبان وخسيس وعمل قذر، ولكن هم وهذا ديدنهم أنه القيام بهذه الأعمال القذرة بعد أن فقدوا السيطرة على قطعاتهم وانهارت معنوياتهم وأصبحت قطعاتنا بعد أمتار عن هذا الجامع. قاموا بعملية التفجير لأنه حسوا وعلموا علم اليقين أنه هذا الجامع النار ستكون خلال ساعات تحت سيطرة قطعاتنا، وقاموا بهذه العملية، ولكن هذا لن يؤثر علينا والتقدم مستمر إن شاء الله لحين تحقيق النصر. هو جامع النوري، تحرير جامع النوري كان سيمثل ضربة قوية لعناصر داعش معنوية، هل أنتم كقوات عراقية حددتم نقطة أخرى أو موعد آخر لهكذا هزيمة معنوية على الأرض لداعش؟ هو ما زال جامع النوري إذا هم يعتبرون أنه تفجيره انتهى، احنا سنسيطر على هذا الجامع وسنرفع العلم العراقي به، وهذا الجامع اللي هم يعتبرون رمز سيكون تحت سيطرتنا سواء هو حطام او هو جامع متكامل. إلى سوريا، حيث اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة مدينة الرقة شمال سوريا من جهتها الأربع بحسب ما ذكرته القوات على حسابها على موقع تليجرام.
وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أنها حررت منطقتي شيخ الجمال وكسر الفرح جنوب مدينة الرقة. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها أصبحت تبعد مسافة أقل من كيلومترين على إطباق الحصار التام على مدينة الرقة من الجهة الجنوبية للمدينة. إلى الجنوب، حيث أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص في بيان لها قتل دفعة جديدة من الفرقة الرابعة العاملة في صفوف قوات الأسد شرقي مخيم درعا. وأضاف البيان أنه تم استهداف مبنى كانت تتحصن به قوات الأسد في قطاع خط النار شرقي مخيم درعا، ما أسفر عن قتل كامل المجموعة هناك. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش على أن إعلان الخارجية القطرية على أنها سترد رسميا على مطالب الدول الأربع غريب. وقال قرقاش إن تسريب الدوحة لمطالب دول المقاطعة والهجوم الإعلامي المصاحب لذلك دليل على ارتباك الساسة القطريين. هذا وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالات هاتفية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستعرض أمير الكويت معهم التطورات الأخيرة في المنطقة خاصة ما يتصل منها بقطع العلاقات مع قطر، متطلعا إلى تحقيق رأب الصدع الخليجي بما يعزز مسيرة الأشقاء بدول مجلس التعاون وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا. كشفت اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد علي الحمادي التي بثتها قناة أبو ظبي للمرة الأولى عن الدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته قطر على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة. فقد اعترف عميل الاستخبارات القطري أن جهاز المخابرات القطري خصص ميزانيات وموارد ضخمة لإقامة مواقع وحسابات شبكية وهمية مشبوهة تستهدف بث الإشاعات والأخبار المفبركة والإساءة لرموز الدولة. قال وزير شؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أسلك ولد أحمد أزيد به إن دولة قطر اعتادت على تمويل حركات تهدد أمن البلاد، معللا قرار قطع العلاقات معها بأنه مرتبط بأمن موريتانيا. وأضاف وزير الخارجية أن موريتانيا ليست بحاجة إلى أن يسبقها أحد في قرار قطع العلاقات مع قطر، لأن الأمر يتعلق بقرار سيادي، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة وتقويم السياق وتداعيات. إلى اليمن، حيث رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن تتجاوز الإصابات بوباء الكوليرا 300 ألف حالة في اليمن بنهاية شهر آب أغسطس المقبل من 193 ألف حالة في الوقت الحالي. مزيد من التفاصيل مشاهدينا حول تهديد مرض الكوليرا على الحياة في اليمن مع الزميل أحمد قرقش. مناشدات ودعوات دولية تتوالى بهدف تكثيف الجهود والمساعدات الإنسانية للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن. الكوليرا الذي ينتشر في اليمن للمرة الثانية خلال أقل من عام، ارتفع عدد ضحاياه ليصل إلى 1100 حالة منذ عودة انتشاره في أبريل الماضي بحسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية. من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الحصول على الرعاية الصحية في اليمن بات صعبا للغاية، مضيفة أن العديد من المرافق الصحية توقفت عن العمل نتيجة عدم وجود ميزانيات تشغيلية لهذه المراكز ودفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ سبتمبر 2016. حالة من الخوف أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، محذرة من أن تتجاوز الإصابات بوباء الكوليرا 300 ألف حالة في اليمن. باعتبارها متصدرة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ 66 مليون دولار دعما للجهود الدولية لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن. إذ وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم هذا المبلغ استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونيسف لمكافحة وباء الكوليرا.
من جهتها تواصل إمارات الخير جهودها الداعمة المقدمة للشعب اليمني منذ العام 2015 في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها للإسهام في احتواء مرض الكوليرا، إذ قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتزويد مستشفى المخا في مدينة تعز بمضادات مرض الكوليرا. يأتي الدعم الإماراتي لمستشفى المخا ضمن مواصلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للقطاع الصحي اليمني من المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية إلى جانب الأدوية خصوصا مضادات مرض الكوليرا. هذا وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان بتسليم شحنة محاليل ومضادات حيوية لمرضى الكوليرا إلى المستودعات الطبية في العاصمة عدن. ظروف صحية متردية يعيشها اليمنيون بسبب نقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة، وذلك بسبب الأزمة اليمنية الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية. نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها سم الأفاعي لعلاج أمراض الكلى. أشارت دراسة أجرها باحثون فرنسيون إلى إمكانية استخدام السم المستخلص من أحد أكثر الأفاعي خطورة على وجه الأرض لعلاج مرض قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مميتة في الكلى. من أخبار التكنولوجيا نقرأ مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية جوجل تخطط لبناء مدينة خاصة لها. تنوي شركة جوجل شراء 16 قطعة أرض إضافية في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لجمعها معا وتحويلها إلى مقر جديد خاص بنقل البضائع وتخزينها. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي نطالع منها لاصقة ذكية لشحن الأجهزة من عرق الإنسان. نجح مجموعة من الباحثين في ابتكار لاصقة ذكية للجلد يمكنها تشغيل جهاز راديو لمدة يومين باستخدام العرق البشري فقط، وهذا يعني أنه يمكن أن تستخدم لشحن الهواتف في المستقبل. إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين وبطارية نووية صغيرة تعمل نصف قرن. طورت شركة روس أتوم الروسية بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل لخمسين سنة، فهي تعتمد نظائر العناصر المشعة لتوليد تيار يكفي لتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية التي لا تحتاج الكثير من الطاقة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير. 100,000 سوري يعودون إلى سوريا لقضاء إجازة العيد. أحييكم من جديد. تستمر دفعات السوريين القادمين من تركيا بالوصول إلى سوريا عبر بوابتي باب الهوى وباب السلامة لقضاء فترة العيد بين الأهل والأقارب. نتابع التفاصيل مشاهدينا في تقرير مراسلنا مصطفى جمعة. رفقة زوجته وطفليه واثنين من أشقائه وصل أبو الوليد إلى الجانب السوري من معبر باب الهوى قادما من ولاية أورفا شرق تركيا. 500 كيلومتر قطعها وأسرته ليعيش أجواء العيد بين أهله وأحبائه، وكان عليه الانتظار 12 ساعة ليتسنى له تسجيل خروجه من الجانب التركي. طبعا أنا من دير الزور، ولكن تعرف أنت الوضع بالدير، معظم أقاربنا الآن نازحين في محافظة إدلب، فطالعين عايدهم تعرف أنت، ومتحملين كل التعب وكل المشقة في سبيل مثل ما يقولون نشوف أهلنا وأقاربنا وحبايبنا ونعايد عليهم ونعايد على بلدنا طبعا بالدرجة الأولى، ونشوف نتمنى أنه دائما بلدنا تكون بخير. مئات الأسر السورية تصل يوميا إلى قسم الهجرة في معبر باب الهوى للحصول على بطاقة العودة إلى تركيا، فيما تقدم إدارة المعبر تسهيلات للتخفيف من تعب المسافرين، ويقدر عدد القادمين يوميا إلى سوريا 5,000 مسافر جميعهم محملون بالشوق والحنين للوطن ومتأملون بعودة لا رجعة بعدها. وصلنا الساعة 7 المعبر التركي، أول معبر التركي،
والحمد لله وصلنا الساعة 2 المعبر السوري، كانت الإجراءات جيدة جدا وزحمة كثير، ما بيهمنا التعب اللي تعبناه، بيهمنا نرجع على سوريا ونتم كل عمرنا بسوريا وما نرجع على تركيا وكل المغتربين إن شاء الله. وكانت تركيا قد فتحت معبري باب الهوى والسلامة أمام السوريين الراغبين بقضاء إجازة العيد بين أهلهم في سوريا، وتمتد الإجازة إلى 30 من أيلول سبتمبر، فيما تبدأ إجراءات العودة 3 أيام العيد. يقارب عدد الواصلين إلى سوريا من معبر باب الهوى وحده 75,000 مسافر، فيما وصل 36,000 مسافر آخرون من معبر باب السلامة في محافظة حلب، جميعهم تحملوا عناء ومشقة السفر فقط لقضاء إجازة العيد بين الأحبة والخلان. مصطفى جمعة، أخبار الآن، معبر باب الهوى، ريف إدلب الشمالي. ومع استعدادات العيد تنتعش في أسواق العاصمة كابول في أفغانستان شراء بعض المواد الأولية في صناعة الحلويات مثل الدقيق والهدايا التقليدية والسبحة، في وقت تبقى بضائع أخرى تعاني كسادا في المحال التجارية. رغم كساد نسبي في تجارة بضائع غالية الثمن مثل المكسرات وهدوء مقلق لأصحاب محلها في العاصمة الأفغانية كابول، إلا أن أسواقا أخرى تنتعش خلال الشهر الكريم وتتميز بنشاط وحيوية للبيع والشراء. فنظرا للاعتماد الأفغاني الكبير على أطعمة تقليدية يتم تجهيزها من الدقيق، تنتعش سوق الدقيق مع بداية شهر رمضان، ويزداد تردد سكان كابول من أجل شرائه. وبموازاة هذا الإقبال على الدقيق، هناك سوق أخرى تزداد مبيعاتها في الشهر الكريم إلى أضعاف مضاعفة، ألا وهي سوق السبح، رمز الروحانية والتسبيح لله عز وجل، والحنين إليها ينجم عن محاولة ذاتية لتنشيط الأداء الروحي وتعزيز الصلة برب العالمين. رمضان فرصة السعادة الغامرة للجميع، هي فرصة ذهبية سنوية للخروج من العصيان والذنوب، تحل علينا وعلى تجارتنا البركة والرحمة خلال هذا الشهر الكريم، ويأتي إلى عملنا رونق لا نراه في بقية الشهور. الابتعاد عن المعاصي هو الذي يجلب البركة علينا وعلى أسواقنا في هذا الشهر الكريم. بانتهاء شهر رمضان يكون الجسم قد تعود على استقبال الأكل في موعد محدد، ومع حلول عيد الفطر يتغير النظام الغذائي، ما يجعله أمرا صعبا في أول أيام عيد الفطر، خصوصا أن الجسم غير مهيئ للمرحلة المقبلة. لهذا نرى ارتفاع عدد حالات التلبك المعوي وألام المعدة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تسمم غذائي. فكيف نهيئ الجسم لاستقبال طعام العيد؟ الإجابة مع الزميلة منى عواد، معدة فقرة التغذية في أخبار الآن، نتابع. مع قدوم العيد واختلاف العادات الغذائية عن شهر رمضان الذي كان وقت تناول الطعام فيه محددا، ومع تنوع أطباق الطعام والحلوى ووجود 3 وجبات، كل هذا يضر بالنظام الغذائي وصحة الجسم. ولكي تدوم فرحة العيد وتكتمل بلا معاناة صحية أو مشاكل في التغذية ناجمة عن التغيير المفاجئ في مواعيد وطرق تناول الطعام، يجب وضع عدد من النصائح الغذائية في الحسبان، والتي يؤدي تطبيقها إلى تجنب حدوث هذه المشاكل بسهولة ويسر. فكيف نهيئ الجهاز الهضمي والمعدة للتغيرات الغذائية في أيام عيد الفطر؟ إليكم هذه النصائح. كل عام وأنتم بخير. طبعا انتهى الشهر الفضيل والعيد على الأبواب، كتير مهم أنه نحن أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك طبعا نستيقظ، ما ناخذ وجبة فطور كتير كبيرة، وما ناخذ عادتنا السيئة اللي هي شرب القهوة على المعدة الفارغة، وبالتالي نحن نحافظ على بعض العادات اللي اكتسبناها برمضان، مثل مثلا تأخير وقت تناولنا للقهوة والشاي، مو شرط من الصبح ناخذ الكوب الفنجان القهوة أو الشاي، نبدأ بوجبة بتناولنا رطب مي الصبح حرية، لكن ما ناخذ أول أيام العيد وجبة كتير كبيرة، لأنه بيكون لسه الجسم والجهاز الهضمي ما معود على هضم المواد الغذائية من ساعة الصباح الأولى. ممكن ناخذ وجبة كتير بسيطة وبعد ساعتين ثلاثة نرجع ناخذ وجبة أكبر،
وبيكون اجمالا اول يوم العيد بيكون في غداء العيد، ما بيكون في فطور العيد، بيكون غداء العيد، لانه بيكون اشخاص لسه معودين ياكلوا الصبح، لكن لو سمحتوا حاولوا ما تزيدوا سعرات حراريه ووزن يلي خسرناه برمضان نزيده بالعيد، هي النقطه كثير مهم ننتبه لها. طبعا كل الاشخاص اللي ثابروا وما اكلوا كثير دهون ومقالي وحلويات برمضان بنقول لهم لازم تكافئوا روحكم ونفسكم وتتناولوا قطعه متوسطه من المعمول الحلو المشكل الغني بالمكسرات المفيده، لكن ما نبالغ بالكميه كرمال ما يزيد السعرات الحراريه ويزيد الدهون على القلب. والعاده اللي كثير ضاره انه كل ما نفوت على بيت بدنا نعايد، بدهم يرجعوا يضيفونا حلو وقهوة وشاي، بنطلع من العيد عنا حموضة بالمعدة بسبب كثرة تناولنا للقهوة للشاي، جبرنا على أنه نخلص طبق الحلويات. بتمنى أنه بعض البيوت تضيف فواكه، هي عادة أكثر صحة، ممكن فاكهة مجففة وفاكهة عادية، ممكن نعمل خشاف مثلا مهلبية مصنوعة بالمنزل، يعني مو شرط كمان نشد على الضيف أنه يكمل صحنه ونزعل منه لأنه ممكن يكون عنده مشاكل صحية بتمنعه من تناول الحلويات العربية. لابد من الاعتدال في كل شيء والالتزام بتنظيم الوجبات الغذائية، وذلك بهدف الحد من المشاكل الصحية. وتذكر دائما غذاؤك حياتك. في خبرنا الأخير، تختبر فيسبوك حاليا أدوات حديثة لمنع سرقة الصور الشخصية للمستخدم، وسيتم ذلك من خلال تفعيل أداة الحماية سيفغارد المسؤولة عن منع سرقة الصور الشخصية للمستخدم. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا حاول استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة. القوات العراقية تزحف نحو قلب المدينة القديمة في الموصل، وأخبار الآن ترصد حجم الدمار الذي خلفه داعش. ومخاوف من تفاقم وباء الكوليرا في اليمن وسط مطالب دولية لمواجهتها. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود ألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.